بقلوب يسكنها شغف الثقافة وحب الجمال، ومن دولة الإمارات التي تحتفي بالإبداع، ومن الإمارات التي ترتفع في سمائها الكلمة الشاعرة وتنحت الريشة اسمها في جدار المدى، نبحر معكم ومعكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد ثقافية، فأهلا وسهلا بالجميع. يظل الوطن القيمة الأسمى في وجدان الشعراء جميعا، وحين تكتب القصيدة في مدح الوطن تصبح الكلمات نهرا يسقي تربة المحبة ويروي براعم الضوء بالمعاني السامية. ندوة الثقافة والعلوم في دبي احتضنت مجموعة من شعراء الإمارات الذين تغنوا بسيرة الوطن وأبدعوا في وصف سحره وناسه ومعانيه. ما أجمل أن نتغنى بالوطن وأن ترحل كلماتنا في ربوع مجده وفيا فيه. ترعى ندوة الثقافة والعلوم الأدباء وأصحاب الأقلام المبدعة، وتكرم الأصوات التي تحتفي بالوطن وتخلد ذاكرة الآباء المؤسسين. ما تمثله الإمارات من مشروع نهضوي يحق لها أن تفاخر به، وأعتقد أن ما قدم خلال هذه السنوات كلها يجب أن يكون مثال لكثير من دولنا العربية التي ما زالت تعيش نوعا من الإرباك. لقد استطاعت دولة الإمارات برجالها المخلصين وبقيادتها الحكيمة أن تقدم مشروعا حضاريا، يعني أسهمت الإمارات في بناء الفكر والرؤية العربية التي كنا دائما نتطلع لوحدة عربية، وهذا خير نموذج للوحدة العربية التي من خلالها نستطيع أن نعمم هذه التجربة ويصلح شأن الأمة العربية. في هذه الاحتفالية التي نظمتها الندوة بمناسبة اليوم الوطني 48، جاء الشعر والشعراء وحلقت الكلمات الجميلة في فضاء من السحر والألفة والجمال والرقي. في الأرض هذه القفر والفقر كانا، ونحن الأوجه السمر. في الأرض هذه القفر والفقر كانا، ونحن الأوجه السمر. بيداء فيها ليس يعرفنا إلا سموم الريح والقفر. رمضاؤها تحت الخطى جمر، ولريحها في سمعنا صر. كنا غزاة البيد نذرعها حافين، بعض نعالنا جمر. متأبطين بنادقا صدئت أفواهها، أزرى بها الدهر. سود الليالي تحت أعيننا من سهدنا لمرورها سطر. نحيا على بحر بشاطئه سحر وفي أحشائه در. بكفوفنا لحباله وشم، ولموجه بقلوبنا نقر. نشتاقه عقدا وليس لنا عقد نعلقه ولا نحر. نسعى به في ذات أشرعة فيها كما بنفوسنا كسر. نحيا بها والجوع يصحبنا، والأسودان الماء والتمر. والأسودان الماء والتمر حتى تفجر بالمنى غدقا في الأرض هذه خيرها الثر. فإذا البلاد يعمها رغد، ويأمها وجه الندى النظر. وإذا الرجال السمر قد لبسوا وجه الحضارة وشه السحر. ولقيت فيها زايدا علما، وله بكل إمارة ذكر. ولقيته والحمد سيرته، وله لفضل إلهه شكر. هو في الإمارات التي سكنت أحداقه، قدر له قدر. وطني وزايد للسلام يد، وطني وزايد للسلام يد، من لا يراها عينه قفر. يا إمارات
أنت حلم جميل حققته سواعد وعقول، ورعته بكل حب شيوخ ورجال لهم كفاح جليل. زيد كان قائدا عبقريا ليس ند له وليس مثيل، وحدويا ويعربيا كريما الندى فوق راحتيه سيول، وحواليه راشد وشيوخ صدقوا العزم فاستبان السبيل، وتلاهم خليفة وبنوهم يكملون البناء فهو يطول، وتجلى المحمدان لكل منهما بصمة وسيف ثقيل. في كل عام يذهب شعراء الإمارات إلى التفاخر بالمنجز الوطني شعراً، وتذوب كلماتهم في العذوبة وهي تروي سيرة الرجال، الرجال الذين حفروا عميقاً في المعاني وشيدوا وطناً تتحد فيه العقول والمشاعر والقلوب. أنا من أرض زايد إن تباهي، أباهي كل مجد في الوجود، فزايد قد بنى وطناً وشعباً وألهمنا الحياة بلا حدود، وأورثنا الكرامة والمعالي، وأورث مجده شبل الأسود. خليفة ابن زايد ابن سلطان موفي العهد للعهد الرشيد، يؤلف بيننا في كل شأن، فكان الود غاية كل جود، ولو صيغت محبتنا قصيدا فزايد في العلا بيت القصيد، ولو صيغت محبتنا قصيدا خليفة في العلا بيت القصيد، فما كخليفة في الناس حي وليس كمثل زايد من فقيد. هنا الإمارات في العلياء قد رفعت صرح الشوامخ حتى ساقط الكبر، وحينما عرضت إنتاج رؤيتها في شاشة الوقت غنى للرؤى الخبر، فهل أتاكم حديث الدرب عن غدها؟ ذاك الذي لاح فيه القادم النظر، يا معشر الحب يا آل القصيد ويا أهل الغرام، ويا من بالجوى شعر، يا أيها الناس هذه الدار تفتنني، يا أيها الناس هذه الدار تفتنني بحسنها، يا إلهي رامني الحور. غيداء لكن على أسوار جبهتها تنمو الثوابت والأطماع تنتحر، تزهو على برتقال الأرض مشرقة وفوق أكتاف أورانوس تبتكر. ويظل الوطن أروع قصيدة يخلدها الزمان. فاصل قصير ومن بعده نعاود. تختزل المسكوكات والعملات القديمة تاريخ وحضارات الشعوب، ونستطيع أن نقرأ في العملات الإسلامية القديمة تاريخ الحضارة العربية وتأثير الفقه الإسلامي على التعاملات بالنقود وكيفية صكها وطباعتها عبر مراحل التاريخ المختلفة. تظل النقود أثراً شاخصاً يدل على تاريخ الحضارات والأمم والشعوب. في هذه الجلسة الثرية والغنية في طرحها ومعناها، والتي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم في دبي، تم التطرق إلى فقه النقود والمعاملات في الإسلام، حيث طاف الدكتور عاطف منصور أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية بجامعة الفيوم بين الحقب المختلفة لتطور التعاملات النقدية في الإسلام. ارتبطت النقود في الإسلام بكثير من المظاهر في العبادات والمعاملات. أولاً تؤدى بها الزكاة، تدفع بها الديات، الصدقات، الكفارات وغيرها من كثير من الأمور،
لذلك كان اهتمام الإسلام بها سواء من حيث القرآن الكريم أو من حيث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا انطلق الفقه الإسلامي ليضع الأطر والحدود والشروط لهذه النقود كيف يتم التعامل بها من الناحية الاقتصادية. لم يكن هذا هو اهتمام الفقه فحسب، ولكن اهتم الفقه أيضا بنقود اقتصادية، ولكن اهتم أيضا من حيث الشكل والمضمون. لم يترك الفقه الإسلامي عملية ضرب النقود عملية مستباحة وسهلة، ولكن وضع لها القيود الشديدة للحفاظ على هيبة الدولة وللحفاظ على الكيان الاقتصادي الذي هو معروف لتؤدى به الكثير من العبادات والمعاملات. كان للفقه الإسلامي أثر كبير على النقود من حيث الشكل والمضمون، فقد رفض بعض الفقهاء فكرة وضع صور الخلفاء على النقود وحرموها، وفي كل حقبة كانت النقود شاهداً على فكر المرحلة التاريخية وتغيراتها. التصميم المربع، المهدي بن تومر أحد زعماء أو الزعيم المؤسس لدولة الموحدين، أسس مذهباً دينياً جديداً سماه مذهب التوحيد، يعتمد في فكره على التوحيد المطلق لله سبحانه وتعالى ونفي التجسيم عن الله سبحانه وتعالى، هو ما كان موجودا في دولة المرابطين. فجعل التصميم الدائري للنقود هو ذلك كفر وخروج عن الملة في مذهب المهدي بن تومر، وابتدع تصميما جديدا سماه، أو المنجمون سموا المهدي بن تومر أنه صاحب الدرهم المركب، أي الدرهم الإيه؟ المربع، ونعت بهذه الصفة، وقالوا أنه سيظهر ذلك الشخص صاحب الدرهم المركب ليزيل دولة الملثمين اللي هي دولة المرابطين. تميزت الحضارة الإسلامية بمجموعة من النقود والمسكوكات الإسلامية التي كانت شاهدة على تاريخ هذه الحضارة على مر العصور، ولها اليوم علومها وتخصصاتها. النقود تعتبر وثائق حية وشاهدة على حضارة الأمم والشعوب. طبعا انت من خلال هالقطعه الصغيره يعتقد البعض انها مجرد قطعه للتداول او لتسهيل عمليات تجاريه، لكن من خلال هذه القطعه انت تتعرف على حضاره امه، تتعرف من خلال هذه القطعه الصغيره المتواضعه عن تاريخ هذه الدوله، عن قوتها الاقتصاديه، عن القوه السياسيه، عن القوه الاقتصاديه، عن الجانب الفني ايضا في والجمالي والثقافي في هذه القطعة. حقيقة أنا كل عمري اهتميت بتاريخ الإسلام، بس ما كنت أعمل التاريخ، تعلمت التاريخ من النقود. من هي بتبتدي من عبد الملك بن مروان لما عمل التغيير العملي، كانوا يتداولوا بالعملة البيزنطية، بعد عبد الملك مروان عمل العملة اللي هو حط شخصه بالعملة، يعني كان سواندي بيسموها تستندق خليفة، يعني الخليفة هو مع سيف على العملة، هذا ضد الـ يعني الريبريزنتاتيف، ما كان ممنوع الواحد يحط صورته على العملة، فعمل الدينار العربي عربه وكتب العملة بالعملة العربي، يعني ما في صورة، يعني بدون صورة. ويمكن لنقش على مسكوك قديم أن يروي سيرة حياة كاملة. نتابع فقرات برنامجنا لكن بعد الفاصل. تكرم الإمارات الأصوات المبدعة وتنحاز مؤسساتها إلى الأصوات التي تبشر بمستقبل واعد في الآداب والثقافة والفنون. الجامعة الأمريكية في دبي احتفلت بالإعلان عن الفائزين في مسابقة القصة القصيرة وجوائزها القيمة العالية، وذلك بالتعاون بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم وندوة الثقافة والعلوم. يظل تكريم المبدعين الحافز الأكبر لتفوقهم واستمرارهم على طريق النجاح. كان الإبداع حاضراً في حفل تكريم الفائزين بمسابقة التسامح المخصصة للقصة القصيرة التي نظمتها الجامعة الأمريكية بدبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
وندوة الثقافة والعلوم. اسمحوا لي أيضاً أن أرتدي أمامكم قبعتين. القبعة الأولى هي قبعة ندوة الثقافة والعلوم، والقبعة الثانية هي قبعة لجنة المسابقات أو لجنة التحكيم في هذه المسابقة. باسم القبعة الأولى أو باسم ندوة الثقافة والعلوم سأحاول أن أعطيكم نبذة عن هذه المؤسسة الثقافية، والتي ستلاحظون أنها ربما تكون المؤسسة الثقافية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجمع بين الثقافة والعلوم. كل الحقيقة المؤسسات تجمع بين الثقافة والفنون أو الثقافة والتراث، ولكن نحن في ندوة الثقافة والعلوم عندما تأسست هذه الندوة قبل أكثر من 30 عاماً أو بالضبط قبل 32 عاماً، أردنا أن تكون هذه الندوة مظلة أو مكان أو مقر للثقافة وإلى جانب العلوم. ولذلك فنحن في ندوة الثقافة والعلوم لدينا أنشطة ثقافية كثيرة، ولدينا النادي العلمي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف أتحدث الآن، سوف أخلع القبعة الأولى، قبعة ندوة الثقافة والعلوم، وأتحدث باسم لجنة التحكيم في هذه الجائزة. هذه الجائزة الحقيقة أو هذه المسابقة تكتسب خصوصية. أنا حكمت في الكثير من مسابقات القصة القصيرة وغيرها، ولكن خصوصية هذه المسابقة أنها أولا مخصصة لطلبة صف واحد فقط تقريبا، هو الصف الثاني عشر في مدارس الدولة، وتشمل كل المدارس الحكومية والخاصة في أنحاء الدولة. السبب الثاني أو ما يميز هذه المسابقة الحقيقة هي الجائزة الكبيرة أو التي تقدمها، وهي منحة دراسية قيمتها تقريبا 400,000 درهم، وأنا أعتقد أن من سيستحق هذه المنحة سيستحقها عن جدارة، ولأنه كفؤ لهذه المنحة. شارك بالمسابقة 120 طالبا وطالبة من مدارس الدولة الحكومية والخاصة وباللغتين العربية والإنجليزية. دأبت الجامعة الأمريكية في دبي على تنظيم مسابقات لطلبة الثانوية العامة في كل عام بهدف تحفيز وانتقاء الأفضل لتقديم منحة دراسية لهم بقيمة 400,000 درهم للدراسة مجاناً 4 سنوات والتخرج بشهادة بكالوريوس. المشاركة كانت هذا العام استثنائية، والفضل يعود إلى وزارة التربية والتعليم وإدارات المدارس التي حفزت الطلبة على المشاركة في هذه المسابقة. والحقيقة عندما كنا في لجنة التحكيم كان الاختيار ليس سهلاً، لأن هناك درجات متقاربة ما بين المشاركين، وهذا يدل سواء باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية على أن مستوى طلبة الثانوية العامة في مدارس الحكومية والخاصة في الدولة مرتفع جداً. تم تكريم الفائزين 10 الأوائل في المسابقة، ثم أعلن علي عبيد الهاملي عن الفائز بالمركز الأول، وهي الطالبة إسراء يوسف من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، التي فازت بمنحة دراسية 4 سنوات في الجامعة الأمريكية بدبي بقيمة 400,000 درهم. والله الحمد لله، يعني كوالد ولي أمر، يعني أنا يعني أشعر بالسعادة لهذه السعادة، يعني عند بنتي فوزها بهذه المسابقة في القصة القصيرة. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقها، وكانت يعني المسابقات يعني على يعني أوجها وشديدة كان التنافس، والحمد لله رب العالمين. والأهم من كل ذلك هو الموضوع، موضوع التسامح لا شك، والقصة التي فازت بها البنت أيضا، يعني كانت يعني الفكرة التي جاءت بها عن التسامح عن الذات. يعني حتى أنا عندما قالت لي بأن بابا جست يعني اقرأ هاي القصة أعطيني رأيك فيها، فمن البداية قلت لها أنا يعني انبسطت، شعرت بالسرور وشعرت بالفرحة من هذه القصة، دليل على أنه هناك فكرة، هناك معنى، هناك رسالة أدتها هذه القصة. والحمد لله رب العالمين كانت لجنة التحكيم أيضا من هذا الباب شعروا بأهمية هذه القصة. تناولت قصتي جانبا مهمشا من جوانب التسامح مع الذات مع الأسف، ولكنه جانب مهم للغاية. تناولت في قصتي التسامح مع الذات
وكونه مفتاحا للتسامح مع الآخرين. صراحة أغلب قصتي أو أكثر أجزائها كان عبارة عن حوارات وصراعات داخلية، حيث كانت الشخصية في حوار وفي صراع مع ذاتها حول أخطائها الماضية وقصور ذاتها. هكذا نرتقي بالإبداع حين نكرم أهله والمشتغلين فيه. رعاية الموهوبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد في التنافس على الإبداع هو الذي يدفع بالشباب إلى التجريب في بحر الكتابة والغوص في عوالمها الجميلة. كاميرا البرنامج التقت بمجموعة من المشاركين الشباب في مسابقة القصة القصيرة للجامعة الأمريكية في دبي وسجلت انطباعاتهم وشغفهم بالكتابة. كتبت قصة قصيرة عن بنت أفريقية من جنوب أفريقيا تحديداً، وينظرون إليها المجتمع الأفريقي أنها بنت غير عن الناس اللي حولها بس بسبب لونها، بس قدرت أنها ترفع اسم المرأة الأفريقية، وقدرت أنها تغير نظرة الأفريقيين اتجاه الأطفال، وهي قدمت كثير من الأعمال الخيرية باسم المرأة الأفريقية أيضا. أنا الطالبة نور أحمد من مدرسة دبة الثانوية للتعليم الأساسي والثانوي. كتبت قصة بعنوان خفافيش الظلام، تكلمت بشكل عام عن التسامح وبشكل أدق عن تسامح الأصدقاء وخيانة الأصدقاء، بما أن الأصدقاء في هذه الأيام معدودون على الأصابع ولا نستطيع الحصول على صديق حقيقي في هذه الأيام. تحدثت القصة عن أصدقاء يمرون بحالات عصيبة، ظروف مادية وظروف معنوية، لكن في النهاية ذكرت ما أهمية التسامح وأن التسامح له فضل كبير في على الشعوب، على الشعوب العربية، وأن التسامح له أثر كبير في نفوس العرب وتسامح